لو كنا في زمن غير الزمن اللي احنا عايشين فيه، كنا جمعنا تحت سقف واحد. لو تخيلي انا لسه بحبك زي الاول. وانت عايشة ليه؟ انا عايشة عشان ابنه تامر، اربيه واكبره واعلمه وخليه احسن الناس. لكن انت بقى عايش ليه؟ شكلها كده خلاص يا معلم، مش كده؟ لا مش خلاص، لكن هل الاشياء دي هتنقذه؟ لو امن انها هتنقذه هتنجيه من غرق. الاشياء يوضع سر في اضعف خلق. الكلمة دي لك هاتف فيها. اشمعنى دي بقى اللي وافقتني عليها؟ علشان انت عملت ايه؟ مفيش واحدة ست انت عملت ايه؟ عملت ايه؟ دي بحب. خليها معاك تسكار. خليك في الضلمة. أنا راضية. على الأقل هفضل مش على قد الحلم. لكن لو اختفيت من حياتي تاني زي المرة اللي فاتت مش هسامحك يا يحيى. عايش على قد ما عايش، مش هلاقي زيك يا نعيم. مفيش واحدة في الدنيا هتديني اللي انت بتقولي. أنا كمان يا وحيد، وجودي جنبك علمني حاجات كتيرة أوي. عشت مشاعر حلوة، أحاسيس جميلة ما عشتهاش قبل كده. أشكرك يا وحيد على كل حاجة. أنا هموت.